السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام على قناتكم الأفضل لصحتك. وصفتنا اليوم تسمى بركوكس، وهي وصفة سوسية بامتياز تقدم في بعض المناسبات السوسية المهمة، خصوصا في الأعراس وحفلات الخطوبة أو في رأس السنة الأمازيغية. وبركوكس يطلق على سميد القمح أو الشعير الذي تم فتله بالدقيق حتى أصبحت حباته سميكة كما ترون. وهناك مناطق أخرى تطلق عليه اسم بركوكش أو المردود، ويحضر فيها بطرق أخرى مختلفة عن الوصفة السوسية. والشيء الذي يميز الوصفة السوسية عن غيرها هو طريقة التحضير وضرورة مرافقة الطبق بآملو والعسل الطبيعي، ويدخل هذا ضمن عادات وتقاليد المنطقة. والآن إليكم مكونات الوصفة: كيلوغرام من بركوكس الشعير، ماء بحرارة المطبخ، ملح، زيت الزيتون أو السمن الحلو حسب الرغبة. وسبق وأن قدمت طريقة الحصول على السمن السوسي الحلو في إحدى فيديوهاتي السابقة، وسأترك لكم رابط تلك الفيديو أعلى الشاشة وفي البطاقة في آخر الفيديو. ونحتاج لصحن من آملو، وهو اللوز المحمر والمطحون مع القليل من الزيت، وسأقدم لكم لاحقا إن شاء الله طريقة تحضيره. ثم صحن من عسل النحل الطبيعي. وننتقل إلى الطريقة، بسم الله نبدأ. في إناء واسع نفرغ كمية من سميد الشعير المفتول أو ما نسميه ببركوكس، نرشه بالماء البارد ونقلب حتى يتشرب، ونعيد رشه وتحريكه حتى تصبح حباته ثقيلة شيئا ما. أقوم بدهن الكسكاس بزيت الزيتون، وهذا فقط اختياري. ننقل بركوكس للكسكاس ونضعه فوق القدر الذي وضعنا به كمية من الماء كافية لعملية التبخر، ولا ننسى مراقبة مستوى الماء في القدر بين الحين والآخر. عندما يبدأ البخار بالتصاعد من الكسكاس نتركه يتبخر لمدة 10 إلى 15 دقيقة تقريبا، ثم نفرغه بعد ذلك في القصعة أو إناء العمل، ونرشه مباشرة بالماء البارد ونقلبه جيدا. نرشه مرات عديدة بالماء البارد مع التحريك حتى تنتفخ الحبات وتصبح متشبعة بالماء. ثم نرشه بالملح ونقلبه جيدا.
ننقله للكسكاس ونضعه فوق القدر ليتبخر للمرة الثانية، ودائما نتركه يتبخر لمدة 10 إلى 15 دقيقة ابتداء من لحظة خروج البخار من جوانب الكسكاس. بعد تبخر حبات بركوكس جيدا، نفرغه في القصعة ونرشه كما في المرة السابقة بالماء البارد وهو لا يزال ساخنا ونقلبه. ونستمر في رشه وتقليبه حتى تتشبع الحبات جيدا بالماء، ونتذوقه للتأكد من درجة الملوحة المرغوبة ولضبطها. نملأ الكسكاس للمرة الثالثة والأخيرة ونضعه فوق القدر ليتبخر جيدا. بعد التبخر للمرة الأخيرة ندهن حبات بركوكس بالسمن الحلو أو بزيت الزيتون حسب الرغبة، وشخصيا أفضل دهنه بالسمن الحلو الذي يدهن به في الوصفة الأصلية. في طبق التقديم نضع صحن املو فوق بركوكس، ثم نضيف عليه كمية من العسل الطبيعي ونخلطهما، وتقدم الوصفة ساخنة. ويؤكل بمزج كمية من املو والعسل مع حبيبات بركوكس. أتمنى أن تنال الوصفة إعجابكم متابعينا الكرام. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.